الاخوان والاخوان معظمهم هذول شركات الخدمات حافظ عن غير حافظ عن غير هذول بكره عندي معتصمين دقيقه يا شباب يا شباب بدي تسمعوا من معنا انتبهوا شو بحكي موضوع ال 150 وصارت 190 والشيء اللي باثر رجعي من تقريبا شهر 2 لشهر 8 بال 2012 تم اخذ القرار في مجلس الوزراء وحقوقكم راح توصلكم واعتمد كل شيء ضايل بس تجهز القوائم وتنبعث لكم والامر انتهى اول قرار اخذناه اول قرار اخذناه بمجلس الوزراء وبالحقيقه هو الشكر لله ثم لدوله الرئيس هو موضوعكم لانه انا كل المستشفيات اللي رحت فيه كل المستشفيات اللي رحت عليها كانت المشكله انه حد موضوع 150 هاي وانا الحقيقه حقه خلص انتهى هذا انحسب انحسب وبكرامة الوزراء وبدكم تصبروا شوي هلا لا حدا يقول بس ما هو هذا اللي بحبش هذا انا هاي الدكتور موجود احكي مع الدكتور ضيف الله يوم الاحد وشوف شو في تقريبي وقت تقريبي لانه الكتاب مشان وزاره الماليه تبعت لنا المبالغ المرصوده وقعته يوم الخميس 17 وقعته يوم الخميس عرفت هلا بدها متابعه تحكي للدكتور وبحكي لكم بصراحه انا صار لي 11 يوم معالي ما له 10 ايام ما له 10 انا بقدر ظروفك وبصراحه بتفرق معك الليره وبتفرق انا بعرف 80 هلا الحقيقه بتفرق معك الليره يعني اذا كان اجاك ليره زياده اليوم بتفرق معك الليره بتفرق الايام هاي فالحقيقه يعني من اول الاشياء اللي عملتها موضوعكم والحقيقه والله انه يعني وزي ما حكيت لك الشكر لدوله الرئيس انه كان يحط اضافه على جدول اعمال رئاسه الوزراء فالموضوع انحسم بتنسقوا مع الدكتور ان شاء الله ان شاء الله يعني باقرب وقت راح نشوف الله يجزاك الدكتور وليد يعني تكلم بغيابه وقال انه معالي الوزير يعني ان شاء الله يوميا نتكلم يوميا يا شيخ احنا نفس الموضوع نفسه يا اخوي انا بصراحه شغلي عند الله ان شاء الله يعني بصراحه لا احنا بدنا نتشاطر عليكم دكتور جدي انت مجرب انت مجرب يا احنا مرتاحين لك انك كنت مدير مستشفى معليش معي بس اقول لك هالشغله يعني عفوا الشطاره مش عليكم عفوا دكتور العامل او الحارس اللي هون بالشركات معرض للخطر مثله مثل الطبيب مثل الممرض حقك يا زلمه حقك للعدوى دكتور معليش عفوا احنا كلهم 150 دينار الان البيت اجار البيت 160 دينار معليش معليش دكتور وليد احنا عدة مرات بدنا نعتصم والله هو اللي اجلا انه نشوف الدكتور يمسك ورقه من على الارض والله نرمي المصاري ونرمي كل مصالحنا في الدكتور وليد ليش لانه الدكتور وليد ابن معان مش كان معاه لا يا دكتور لا حريص على والله حريص على نفسه غيور مع الكبير والصغير وما زال على عهد مش لانه استلم اداره انه يكون بالجولات يعمل جوله مسائيه يلف على العامل بالواحد قسما بالله العظيم ما بده يصير الانسان اول بعرفه بكفيه شهاده انه يصلي الفجر يوميا حاضر اخذنا احنا وياه شهاده على ذلك احنا